شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى. النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر. ما قلت للنجم المعلق دلني، منيت كي أصطاد رؤيا في الكرى شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر. لا سر فانوس النبوة قال لي ماذا سيجري حين طالع ما جرى في الموسم الآتي، سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر. الأرض سوف تشيخ قبل أوانها، الموت سوف يكون فينا أنهرا، وسيعبر الطوفان من أوطاننا من يقنع الطوفان ألا يعبر. ستقول ألسنة الذباب قصيدة، وسيرتقي ذئب الجبال المنبر فوضى، وتنبئ كل من مرت بهم سيعود سيف القرمطي ليثأر. وسيسقط المعنى على أنقاضنا حتى الأمام سيستدير إلى الورى. في الموسم الآتي ستشتبك رؤى، ستزيد أشجار الضباب تجذرا، وسينكر الأعمى عصاه ويرتدي نظارتين من السراب ليبصرا. سيرى القبيلة وهي تصلب عبدها، فالأزد لا زالت تخاف الشنفرة. سيرى المؤذن والإمام كلاهما سيقول إنا لاحقان بقيصرا. في الموسم الآتي مزاد معلن، حتى دم الموتى يباع ويشترى. ناديت يا يعقوب تلك نبوءتي، العيمة الحبلى هنا لن تمطر. قال اتخذ هذا الظلام خريطة، عند الصباح سيحمد القوم السرى. لا تبتئس فالبئر يوم واحد، وغدا تؤمرك الرياح على القرى. اخلع سوادك في المدينة نسوة، قطعن أيديهن عنك تصبرا. قم صل نافلة الوصول تحية للخارجين الآن من صمت الثرى، واكشف لإخوتك الطريق ليدخلوا من ألف باب إن أرادوا خيبرا. ستجيء سبع مرة، فلتخزنوا من حكمة الوجع المصابر سكرا. سبع عجاف فاضبطوا أنفاسكم، من بعدها التاريخ يرجع أخطرا. هي تلك قافلة البشير تلوح لي، مدوا خيام القلب واشتعلوا قرى. أشتم رائحة القميص، وطالما هطل القميص على العيون وبشرها.